I now give the floor to the distinguished representative of Syrian Arab Republic. شكرا السيد الرئيس. إن بلادي سوريا وإذ تأسف لاعتماد مشروع القرار المتحيز وغير المتوازن بتاتا للأسباب التي شرحتها في بياني في الجلسة الصباحية، فإنها تشكر كل الدول التي لم تصوت لصالحه على موقفها المسؤول الداعم لمبادئ الأمم المتحدة وأحكام الميثاق، موقفها الرافض لسياسات التدخل ونشر الفوضى في العلاقات الدولية، لا سيما عندما تكون هذه الفوضى مقترنة بتعبير الخلاقة. كما أن سوريا حكومة وشعبا تتوقع من منظمة الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها أن يكونوا عونا لها في مواجهة ثقافة التطرف والإرهاب أيا كانت هذه الثقافة، سواء إسرائيلية المنشأ أو أيديولوجية المنشأ كالسلفية والوهابية والقاعدة. تتوقع تشجيع الحوار الوطني الشامل طريقاً لحل الأزمة سلمياً وفقاً لخطة النقاط الست، وفي الضغط على الأطراف التي تنتهج العنف والإرهاب للكف عن ذلك. فالحكومة السورية التزمت من جانبها بإنهاء العنف، لا بل قامت بسحب الأسلحة الثقيلة من المدن منذ يوم 12 نيسان أبريل التزاماً بالبند الأول من خطة كوفي عنان. لكن الجماعات المسلحة لم تنفذ التزاماتها بإنهاء العنف، لا بل على العكس، فقد استغلت هذا الالتزام الحكومي لملء الفراغ الأمني الناجم عن وقف العنف من قبل القوات الحكومية، محاولة في ذلك السيطرة على مناطق سكنية بقوة السلاح واستخدام المدنيين كدروع بشرية، وكثفت من هجماتها ضد المدنيين والعسكريين ومؤسسات الدولة، مدعومة في ذلك من بعض الأطراف دولاً وجماعات في المنطقة وخارجها. أيها السادة، إن الدول التي تدعو إلى عقد اجتماعات متتالية لمجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان إنما تهدف من وراء دعوتها تلك إلى تأمين التغطية السياسية لأعمال المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا والتغطية على جرائمها ضد الشعب السوري من اعتداءات ضد المدنيين والممتلكات العامة والخاصة وقتل للكوادر وخطف للمواطنين مقابل دفع فدية وتفجير محطات توليد الطاقة الكهربائية وخطوط نقل النفط والغاز وسرقة المحاصيل الزراعية والاعتداء على مخافر الشرطة وإحراق المشافي والمستوصفات. هناك من يسعى سعياً حثيثاً أيها السادة للإساءة إلى كرامة بعض شرائح المواطنين السوريين ممن يتم دفعهم إلى مغادرة البلاد ومن ثم تحويلهم إلى لاجئين سجناء في مخيمات أقل ما توصف به أنها معسكرات اعتقال، حيث يتم الإتجار بآلامهم ومحنتهم في سوق المزاودات الرخيصة والابتزاز السياسي تحت عناوين تقديم مساعدات إنسانية زائفة لهم، وهي بالمناسبة مساعدات لم يصل منها شيء حتى الآن. هذا ناهيك عن تحويل بعض هذه المخيمات
إلى مراكز عسكرية يتم تجميع الإرهابيين فيها تمهيداً لإرسالهم إلى سوريا لاحقاً لارتكاب جرائمهم البشعة كما حدث ويحدث الآن في مدينة حلب. إن إنشاء وزارة للمصالحة الوطنية في الحكومة السورية يدل على رغبة الحكومة بإنجاح عملية الحوار الوطني الشامل بين مختلف مكونات الشعب السوري وصولاً إلى حل الأزمة سلمياً، وهو بالضبط ما نصت عليه خطة النقاط الست. ومن العجيب أيها السادة الزملاء، من العجيب أن الاتحاد الأوروبي قد فرض على وزير المصالحة الوطنية نفسه عقوبات بعد أيام فقط من تسلمه منصبه الهام هذا، علماً أن الوزير المسؤول عن هذه الوزارة الهامة هو من صفوف المعارضة السورية. لقد نقل التدخل الخارجي المطالب الإصلاحية المبررة للشعب السوري إلى المرتبة الثالثة أو الرابعة من الأولويات، حيث حول هذا التدخل الخارجي تلك المطالب الإصلاحية المحقة إلى تمرد مسلح ضد الدولة يدار من خارج سوريا للأسف، انطلاقاً من دول عربية وجارة وغربية خدمة لمصالح إسرائيل. لقد قدم زميلي السفير السعودي صورة مغلوطة بالكامل لما يجري في بلادي، ولن أستعرض كل الأخطاء التي حاول ترويجها، بل سأكتفي بما أشار إليه من تعرض قوات حفظ النظام للأخوة اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك بدمشق. فأقول أولاً إن هذا المخيم يستضيف الأخوة اللاجئين الفلسطينيين الذين طردتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي من وطنهم فلسطين بين العام 1948 والعام 1967. لكن هذا المخيم أضحى الآن حياً سكنياً يدعى بمخيم اليرموك، ويسكنه من السوريين ضعفاء عدد اللاجئين الفلسطينيين المتواجدين فيه. وبالتالي فإن هذا المخيم لا يستضيف حصرياً الإخوة اللاجئين الفلسطينيين. ثانياً، إن ممثلي التنظيمات الفلسطينية في المخيم المذكور قد أصدروا بياناً رسمياً أشاروا فيه إلى أن من أطلق النار على المخيم هم أفراد العصابات المسلحة الإرهابية الذين سعوا إلى زج اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا في التمرد المسلح على الدولة. وبالتالي فإن السعودية وقطر اللتان ترعيا تلك الجماعات المسلحة الإرهابية تتآمران على سلامة ورفاهية واستقرار الأخوة الفلسطينيين اللاجئين في سوريا. ولذلك قلنا أيها السادة بأن التحرك أو مشروع القرار السعودي القطري إنما يخدم المصالح الإسرائيلية التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها. ثم ماذا يقول زميلي المندوب السعودي عن ممارسات الجيش السعودي المسلحة العنيفة ضد المطالب الإصلاحية السلمية للمواطنين السعوديين في منطقتي القطيف والعوامية؟ وهل يمكن له أن يشرح للسادة الحضور ماذا تفعل القوات السعودية المسلحة في البحرين؟ لقد قال زميلي المندوب السعودي بأنه إنما يقدم المشروع باسم المجموعة العربية، وهذا الكلام غير صحيح، فهناك كما تعرفون دولتان عربيتان لم تؤيدا مشروع القرار. وبالتالي فإن الادعاء بأنه يقدم المشروع باسم المجموعة العربية هو ادعاء زائف لا صحة له. إنه لمن دواعي الأسف أيها السادة بل الاستغراب أن يقوم زميلي المندوب السعودي بتقويل السيد عنان ما لم يقله وإعطاء تفسيرات غريبة
لطلب السيد عنان بعدم التمديد له في مهمته. وفي هذا الصدد فإننا نعرب عن أسفنا إزاء تقديم السيد عكوفي عنان استقالته، ونؤكد مجدداً أنه لطالما أعلنت سوريا وبرهنت عن التزامها التام والكامل بتنفيذ خطة المبعوث الأممي ذات النقاط الست، وتعاونت مع فريق المراقبين في تحقيق المهمة المرجوة. السيد الرئيس، السادة الحضور، إن إرهاب الدولة الإسرائيلي هو الذي نشر ثقافة الإرهاب في العالم، وربما من المناسب كما قال مندوب إسرائيل أن يتم تنظيم ألعاب أولمبية فعلاً ولكن مخصصة للإرهاب، وعندها ستحصل إسرائيل على المركز الأول، وسيعزف على شرفها، على شرف فوزها، نشيد سفك دماء الأبرياء للاحتفال بذلك. فضائح إسرائيل بانتهاك القانون الدولي والميثاق لا حصر لها، من اغتيالات سياسية داخل فلسطين وخارجها إلى مجازر جماعية موثقة في أرشيف الأمم المتحدة، إلى قتل لنشطاء السلام ومنهم رعايا لدول تبنت مشروع القرار السعودي، إلى اختطاف للطائرات المدنية وقتل لعشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين في الجولان. إن منتهى الدجل والتضليل في حديث مندوب إسرائيل هو المتصل بالخوف مما أسماه أسلحة كيميائية، متجاهلاً أن إسرائيل نفسها لم تنضم بعد إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية CWC، وترفض تنفيذ قرار الشرق الأوسط لعام 1995 الصادر عن مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار، وهو القرار الخاص بإنشاء منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وبالتالي فإن إسرائيل أيضاً ليست طرفاً في معاهدة منع الانتشار النووي، ولزاماً عليها وعلى مندوبها أن يصمتا ويلوذا بالصمت، لأن مجرد حديثهما عن ذلك هو عار عليهما. إن لدى إسرائيل 300 رأس نووي أضافت إليها ألمانيا مشكورة 6 غواصات قادرة أو تضمن لإسرائيل إطلاق تلك الرؤوس النووية. وبالمناسبة فإن ألمانيا هي من بين الدول متبنية مشروع القرار. إذن هناك تحالف غير مباشر غربي إسرائيلي وبعض العرب، ليحتفظ مندوب إسرائيل بمساعداته الوهمية التضليلية لنفسه، فشعب سوريا ليس بحاجة إلى هذه السموم. شعب سوريا ينتظر بفارغ الصبر تحرير الجولان السوري من دنس الاحتلال الإسرائيلي المدعوم من العديد من متبني مشروع القرار. إنني أذكر مندوب إسرائيل بأن القانون الدولي هو إلى جانبنا وليس إلى جانب سياسات إسرائيل مهما فعلت السياسات الإسرائيلية، تلك السياسات العدوانية والاحتلالية التي شغلت 50% من أعمال هذه الجمعية العامة منذ تأسيس المنظمة الدولية. ولسوف تؤدي السياسات الإسرائيلية غير المسؤولة تلك إلى مزيد من التصعيد والعنف والإرهاب في المنطقة وفي العالم.
إذ لا يمكن لما يسمى بالمجتمع الدولي أن يكافح الإرهاب في مكان ويشجع إرهاب الدولة الإسرائيلي في مكان آخر. لكل هذه الأسباب أيها السادة، نقول إن مشروع القرار الغربي السعودي القطري ضد بلادي لا يخدم سوى مصالح إسرائيل وعدوانها. شكراً أيها السيد. I now give the floor to the distinguished representative